بحضراتكم مرة تانية، وهنبدأ مع بعض فقرتنا الفنية. ضيفنا طبعا هو شاعر غنائي عنده العديد من الأعمال المميزة، اشتغل مع نجوم كبار زي سميرة سعيد وأمال ماهر وتامر حسني وحماقي ورامي جمال وإيهاب توفيق، وأصبح واحد من الأسماء المميزة في الوسط الغنائي. هنتكلم معاه عن مشواره وأهم أعماله. ضيفنا هو الشاعر الغنائي رمضان محمد. أهلا بيك، صباحك صباح الورد منور. صباح الفل عليك وعلى كل الناس. أهلا رمضان، عايزاك في البداية يعني تقول لي بدايتك كانت قلبي قالك على اللي فيه لمحمد كمال. نجحت بشكل كبير جدا جدا. توقعاتك كانت ان هي تنجح بالشكل ده، واكيد كان في قصة كفاح جامدة جدا قبلها، فعايزين نبدأ من اول الاغنية دي. والله بصي، الاغنية دي لها حكاية. يعني الاغنية اصلا ما كانتش بتاع محمد كمال. الاغنية كان محمد كمال دوره فيها ان هو ملحن، وان محمد فؤاد اللي كان هيغنيها. وبالفعل استاذ محمد فؤاد وافق عليها، وانا كنت فرحان جدا استاذ محمد، لانها كانت البدايه يعني طبعا. استاذ محمد فؤاد هيغني لي، فانا فرحت. فاتفاجئت انها اتسربت، بقيت اسمعها في الشوارع والميكروباصات وبتاع. فلما قلت لمحمد كمال فهو قال لي ان هي شنطه سيدهات بتاعته ضاعت وكده، ما علينا يعني. بس الاغنيه نجحت نجاح كبير، وعالم الفن خدت. هي كانت اتسربت بصوت مين؟ بصوت محمد كمال. محمد كمال. محمد كمال كان في الحقيقه لو غمضت عينيك كده هتقول محمد فؤاد. هو كان استنساخ محمد فؤاد. هو في ناس ساعتها شجعوه ان هو يعمل كده، قالوا له دي ممكن تنجح بيها وتبقى بدايتك وكده. بتشوف انه استنساخ الصوت او استنساخ التمثيل ده مش يعني بيدي نجاح لصاحب هذا، يعني لصاحب هذا الاستنساخ؟ يعني احنا يمكن شفنا في فتره كده كان في ممثل نسخه من عادل امام، نسخه من الزعيم عادل امام، وبيطلع في ادواره وبيقلد حركاته يعني، واختفى يعني. بس عمره ما هينجح نجاح عادل امام. بص اقول لحضرتك حاجه، هو يمكن حظ محمد كمال ان هو فعلا صوته دي الحقيقه، يعني صوته زي محمد فؤاد. الطبقه بتجيب بالظبط. بس هو دايما المطرب الذكي اللي بيقدر يخرج من الحته دي. يعني وائل جسار بنجوميته دلوقتي، كان في البداية ساعات ناس بتشبهه بجورج وسوف مثلا في بدايته خالص، بس هو قدر بذكائه يخرج من المنطقة دي. وفي مطربين في لبنان استنساخوا صوت جورج وسوف وما عرفوش يعني. صحيح. ما هو الذكاء ان انت تخرج من المنطقة دي. أيوة. فهو محمد كمال لما نجح بقلب قالك، الناس كتير جدا افتكرت ان ده محمد فؤاد. ده حقيقي. فالاغنيه نجحت كتير قوي. انا فرحت وزعلت. انا زعلت الاول ان فعلا استاذ محمد فؤاد خلاص كان عايزها. وكانت بعد البوم شاريني تقريبا، فانا كنت فرحان جدا. بس لما محمد كمال لما لقيتها نجحت بجد بشكل مبالغ فيه يعني، وعالم الفن خدتها وبقت اسم البوم، فقلت الحمد لله. بس انا وقفت عند النقطه دي، صرحت نفسي يعني انا فين؟ انا لسه بدات اشوف الشعراء الكبار اللي موجودين، هم واصلين فين؟ مستواهم فين؟ سقفهم رايح لحد فين؟ كان سنه كام موضوع محمد كمال؟ 2005 2006 تقريبا. فبدات اشوف ايه اللي ناقصني، لان كنت لسه صغير، كنت لسه في الجامعه. بدات اشوف ايه اللي ناقصني وبدات اعمل كده. بس هي الحاجه الوحيده اللي طلعت بيها من اغنيه قلبي قالك، ان انا صدقت ان انا ما ضحكتش على نفسي لما قلت ان انا ممكن ابقى شاعر غنائي كويس. ان انا صدقت نفسي ان انا كلامي هو ممكن يوصل الناس ويحسوا بيه ويحبوه. كانت حاجه محبطه بالنسبه لك لما اتقالك اصل السي دي اتسرقت صح؟ انت مستني محمد فؤاد بقى، فاهم؟ عارفه انت فرحه كبيره قوي يعني. طبعا تبدا كده محمد فؤاد، محمد فؤاد وقتها ما شاء الله يعني كان محمد الرقم. صحيح. فانا كنت فرحان جدا. بس لما الاغنيه نجحت النجاح الكبير ده، قلت الحمد لله خلاص هي بدايه. ده اللي فرحك شويه؟ ده اللي فرحني، لان فعلا الاغنيه نجحت بشكل كبير. الحمد لله يعني. اتعرضت تاني لاي مشكله زي المشكله بتاعت قلبي قالك؟ يعني هل في استاذ عمرو منيب الله يرحمه، كانت اغنيه اسمها نار بعدك. انا كنت لسه بقى في الاول، وكنت لسه داخل بقى ماليش لا ظهر ولا حاجه ولا ليا. كانت قبل محمد كمال ولا بعد؟ في نفس التوقيت تقريبا. فالاغنيه دي كانت كلامي، وبعدين مش هقول اسم الشاعر يعني اللي نزلت الاغنيه باسمه، بس علشان الشاعر ده صاحب استاذ عمرو منيب، فخد الملحن وقال له لا، فسمع الاغنيه لاستاذ عمرو منيب بكلامي وقال له انا هغير الكلام. فاستاذ عمرو قال له لا ما تغيرش، كلام حلو. وراح حاطط اسمه عليها. بس دي بلطجه وش. يعني هو يا دوب غير كلمتين ثلاثه كده كتر خيره يعني. بس اللي هو ايه، ان الاغنيه انا يعني اتصدمت حتى. قلت الاستاذ عامر وصل له الكلام وعرف والله وصالحني وقال لي في الطبعه الثانيه انا هنزل اسمك وكده. هو كان بصراحه الله يرحمه قمه في الذوق والتواضع بجد يعني. فدي كانت يمكن. طب هل فعلا عوضك يعني وفى بوعده معاك؟ ما كانش في طبعه ثانيه اصلا. ما كانش اصلا في طبعه ثانيه. بس هو فعلا يعني قال لي ان شاء الله يبقى في تعامل وكده. بس انا عارفه يعني
احساس برضو ان انت تقدر توصل لنجوم وانت لسه في البدايه وكلامك بيوصل واحساسك بيوصل، دي برضو كانت حلوه. امتى الدنيا بقى نورت عندك واسمك بقى يقترن بنجوم كبار زي سميره سعيد وامال ماهر، ويعني الانطلاقه بقى الحقيقيه وتامر حسني ما انا زي ما قلت لحضرتك من شويه، قلبي قال لك على فيه انا لما نجحت ما توهمتش. يعني ما قلتش بقى خلاص انا ناجح واغنيتي مشهوره والناس بتسمح، لا خالص. انا قلت لنفسي لا لازم اقف، في حاجات ناقصاني لازم اعمل. لازم لازم، ما انا ما هو ده اللي عايز يوصل بقى بجد يعني. فبدات اطور من نفسي، اسعى لملحنين كبار لحد ما وصلت لمحمد يحيى، ملحن من اهم الملحنين في الوطن العربي. طبعا. فعجبوا كلامي لان انا كنت مجهز نفسي للحظه دي لان تعبت على ما وصلت. كانت ايه الاغنيه بقى؟ اولا انساك كارول سماح. اغنيه عملت ضجه كبيره قوي الحمد لله ولحد دلوقتي ما زالت موجوده معانا يعني. الحمد لله يعني. هو كانت البدايه بقى اولا انساك، هي دي بقى اللي بدات تحطني في وسط الشعر، فبدات من خلالها خلاص انت عملت يعني. قلبي قال لك كانت نجاح اكدته بقول انساك، بدات تدخل بقى في حته الايه شعر المميزين الموجودين في السوق، فمن هنا بدات اتعامل مع الناس اللي واضحه اللي ناجحه. النجاح في مجال الشعر الغنائي من خلال ان انت شخص اشتغلت على نفسك وقعدت تطور من نفسك، هل الموهبه وحدها تكفي؟ إيه لا خالص. ايه بقى العوامل اللي مطلوبه علشان تخدم على الموهبه دي؟ لا، الموهبه 50% من النجاح. في 50% تانية ذكاء اجتماعي، في 50 في جزء كبير جدا اجتهاد، في جزء ان انت تسعى صح، تحضير، السعي. بصي في ناس بتقول احنا بنتعب وما بنوصلش، بنجتهد وما بنعملش حاجه، لا هم بيسعوا اصلا غلط. اول حاجه ان انت تصدق موهبتك، تتاكد ان انت اوريدي عندك موهبه حقيقيه تقدر ان انت فعلا تخش، دي لازم تصدق نفسك، دي اول حاجه. تاني حاجه تسعى السعي اللي هو الصح، السعي اللي هو ان انت تمشي في طريق اللي هو يوصلك للنقطه السليمه، هو دي هي دي. فانا فالموهبه هي 50% من النجاح. اوكي. دايما بيقولوا اللي بيكتب اغنيه ويتعلم قوي مع ناس تطلع فعلا بكامل الاحاسيس بتاعتها بيبقى لازم مر او عدى بتجربه معينه في حياته، تجربه شخصيه بناء عليها بدا يكتب الكلمات دي، ده صح؟ صح بس مش صح. كل يعني اقول لك حاجه، هقول لك يعني مثلا قلبي قالك على فيه انا كتبتها كنت لسه صغير، انا كنت لسه في تانية جامعه يعني، فكتبتها عن تجربه احساس كده وعشته وصدقته فكتبت. انما في ساعات ان انت خلاص انت دخلت بقيت محترف دلوقتي، فلازم خيالك هو اللي يوديك للافكار الجديده، لازم انت احساسك يوديك، وبرضه بتاخد من الناس. يعني انا دلوقتي مثلا مراتي هي ملهمتي بصراحه، يعني مثلا انا باخد احساس الست منها. احنا بنحييها طب من هنا وبنصبح عليها صباح الورد عليكي. صباح الفل. فهو الموضوع اللي هي احساس الست بقى اللي هو بتعيش كل الحالات في اليوم وبتعبر عن احساسها على طول معاك. بالظبط. فانا حتى هي يعني الحته دي بتضحكها قوي يعني. انها ممكن تكون متغاظه مني جدا وبتقول لي كلام ومنفعله، وانا اخد من الحته دي جمله اغنيه. هي بتلهمك يعني، هي الميوز بتاعتك. بالظبط. لما تقول لنا حاجه كده من الحاجات اللي المدام الهمتك مثلا فيها. يا بخت اللي هتحبيه تامر حسني اللي نزلت. في دي حاجه جديده وانت عايز لا دي نزلت يا بخت اللي هتحبيه. طيب في 2013 بس في حاجه جديده انت محضرها لتامر حسني. دي بعد كده، دي في الالف مش كده؟ يعني يا بخت اللي هتحبيه كنا لسه متجوزين في بدايه الجواز يعني. فهي بتسالني عادي يعني اشمعنى انا وكده، فانا بقول لها والله انا اول مره بقلب اختار واقول خلاص انا كده حبيتي، ولاقي الحب اللي يخليني افكر اعمل بيت، كلام عادي جدا وبقوله لها. الحب بيبقى بالعقل ولا بالقلب ولا ايه؟ لا الحب هو لغز شويه. لا ما هو في ناس برضو ما بتفهموش صح. ما هو الحب ده ايه؟ الحب ده ان هو جزئين، قلب وعقل. ما ينفعش جزء واحد. دايما لو بنيت الحب على جزء واحد من الاثنين انت مش هتقدري تحبي صح، او مش هتقدري تكملي علاقه للاخر. فلو الاثنين في توافق بينهم ان انت مقتنع بالانسان اللي قدامك دي، عقلك مصدقها وقلبك بيحس بيها، انت صدقني هتوصل ان انت هتكمل معاها. انما حته ان انت ممكن تحب واحده، ممكن واحد يحب واحده عشان شكلها عشان لبسها عشان حاجه، ده ما بيكملش. انما هو الاقتناع بين القلب والعقل ده هو اللي بيخلي دايما علاقه تكتمل. طب مش هتسمعنا بقى حاجه بقى من الجديد الجديده لتامر حسني؟ لا ما اقدرش. ما تقدرش؟
هو هتطلطش مش كده؟ اه صعب. اه يعني ما فيش اي حاجه من لانها الجديد. لانها ان شاء الله غنوه حلوه قوي وهتعجب الناس قوي وحاجه غير اللي بيتقدم. يعني احنا حبينا، انا اصلا كنت مركز ان انا اعمل لتامر السنه دي حاجه مختلفه، فهي ان شاء الله هتبقى حاجه مختلفه خالص عن اللي قبله. يعني زوجتك هي الملهمه طبعا، وبتاخد يعني انت بتتكلم كده على مشاعر انثويه بحته، مش قلقان انه يبقى انت ماشي على خط واحد ما بتغيروش؟ لا لا، ما هي مش في كل حاجه بقى. يعني لا طبعا، يعني بتهيالي دايما من عوامل نجاح الشعر ان هو بيقدر يتكلم عن حاجات كتير، مش بس الحب ما بين الرجل والمراه. طبعا انا ايه الحاجات اللي كتبت فيها غير الحالات العاطفيه او الالوان بتاعت الاختلاف في الاحساس؟ لا حاجه كتير، يعني مثلا عملت لما عملت الرامي جمال ما اتعلمناش، اللي هي في ناس ليها قلب وناس ملهاش، يقولوا في الجرح ما تتوصاش، وانا وانت يا قلبي هنعمل ايه، براءتنا بجد ما بتفيدناش. فاللي هو حاله بتاعت الناس، مش حالة حب. عامه. مش حب. عملت مثلا لساندي البومها الاخير كان اسمه لاف، عملت لها انا لاف حاله حب بسيطه كده، يعني حاله حاجه شقيه كده حلوه. فمش شرط يعني هيفضل مسيطر استاذ زياد توفيق، ما اغنيه كلها ده يعني طلعتنا من مود صح الحب، دخلنا في مود ضحك شويه في الاغنيه. يعني محمد حماقي عملت له خلينا زي ما احنا رجعنا مش في صالحنا، ده بس وجع الفراق في اوله بيجرحنا. فهو لا، ما هو انا بكتب كل حاجه، حتى الشعب، يعني بكتب برضو شعب الشيك، يعني في حاجات شعبي نازله بس شعب شيك. مين مش شعب النجم اللي رمضان نفسه يتعامل معاه الفتره الجايه؟ هو مش نفسه على قد ما مركز اتعامل، لان انا خلاص بقيت في بقيت دلوقتي بفكر دايما اللي هو ان انا بجتهد واعمل شغل حلو وبسعى واللي بيجي. يعني ممكن توفيق ربنا بقى. ممكن اغنيه حلوه جدا ابقى متخيل فيها عمرو دياب وما تتوفقش مع عمرو، تروح لحد تاني تكسر الدنيا. فهو بس انا اللي من الناس اللي مركز لها الفتره اللي جايه عمرو دياب وإليسا ان شاء الله. خلينا نقول الاغنيه اللي كان ليها نقله في مشوارك الفني زي ما ذكرت، اولى انساك لكارل سماحه، قصتها ايه بقى، حكايتها ايه؟ هل هي حاله انت عشتها فعلا ولا حد من الناس اللي حواليك عاشها؟ هي حاله إيه؟ بس جت بشكل غريب، يعني انا اول مره احكيها. هو كانت في بنت انا مرتبط بيها بصراحه، يعني بس انا ما كملتش، مش عايزين مدام تسمع الحته دي. لا لا لا، ما كنتش لسه عرفتها اساسا، فكان في ارتباط وكده، فانا ما كملتش يعني. فهو احساس جمله مش هعرف ابقى لحد غيرك وانا بتخيل نفسي معاك، اللي هو خدته من احساسها بعد ما العلاقه باظت. بس مش بنفس الجمله، بنفس الاحساس بالسنس ده. فانا يعني حتى لما العلاقه باظت انا طلعت بالفكره اللي هو عبرت عن الحاله دي. ما هو انا دايما بحب اعبر عن اي حاله ايا كان. يعني ممكن مثلا انت دلوقتي بتحكي لي حكايه وقلت لي فيها جملة إحساسها وصلني، أسمعك ونكمل الكلام عادي خالص، وبعد كده ألاقي الجملة دي أو الإحساس ده وصلني فبعبر عنه بطلع. طب في حالة زي دي أنت عشتها بنفسك وحصل فراق ما بينك وما بين حبيبتك في الوقت ده؟ هي ما كانتش حبيبتي بس يعني، هو كانت علاقة بس أنا ما قدرتش أكمل. يعني ما قدرتش تكمل؟ بلاش حبيبتي دي. أوكي، ما قدرتش تكمل وسبتوا بعض. بتعبر بقى عن الأغنية دي بإحساسك أنت بعد ما سبته، ولا إحساس، ولا بتتخيل إحساسها هي؟ تخيل. طب إزاي بقى؟ أنا بعيش كأن أنا هي. اوكي، يعني بتدخل جواها هي. بالظبط، ما هو ده بقى، ما هو ده السنس، الخيال. طب انت تعرفك ان هي كانت متضايقه؟ انت بتاخد الفكره. لا ما هو بص، مش يمكن لما سابتك هي مبسوطه؟ ما هو الاحساس وصلني منها كده، ما هو ده الاحساس اللي وصلني. بالظبط، ان هي اكيد بعد كده اتبسطت ونست يعني عادي خلاص، بس هو الموضوع السنس بقى، الاحساس. بس ده معنى كلامك كده ان انت بترجم الاحساس، ان انت كل اغنيه بتعيش احساسها عشان تقدر تطلع حاجه حلوه منها. لازم الخيال في كل اغنيه، يعني لازم ما تشتغلش بدون خيال ابدا. لازم كل يوم وانا لما اجي اكتب اغنيه اعيش احساس اللي هيقولها واللي بيسمعها. بتكتبها كلها مره واحده ولا ممكن تكتب اغنيه على اجزاء؟ ممكن اكتبها مره واحده، وده في الغالب، لان لما بصدق خلاص بفصل نفسي عن اي حاجه وبكتب، او ممكن تاخد معايا وقت شويه. ايه الاغنيه اللي كتبتها والمطرب طلب تعديل في الكلمات بتاعتها او المطربه؟ سميره سعيد، الغنوه اللي لسه هتنزل. مش هتقول لنا عليها برضه؟ لا، هي اسمها زعلنا من بعض. هي لحن محمد يحيى وتوزيع عمرو محروس، بس حلاوتها بقى ان انت تحس ان ام كلثوم بتغني. ما هو اغنيه شرقي مقسوم شرقي. عموما سميره سعيد ليها ستايل خاص بيها. يعني هي بتطلعنا من المود خالص اللي احنا متعودين عليه. بصراحه كل حاجة بصراحه كل من اهم الفنانات اللي انا اتعاملت معاهم هي سميره سعيد بصراحه. فن، فهم، ثقافه، كل حاجه حلوه لقيتها في سميره سعيد وانا بتعامل معاها. فالغنوه كان في الكوبليه، يعني مثلا انا كتبت الغنوه كلها في وقت قليل. الكوبليه انا وسميره قعدنا نكتب فيه حوالي شهرين مثلا. هل عندك مشروع لدعم المواهب الجديده؟
موجود. ايه بقى ازاي؟ خصوصا ان دي يمكن كانت مشكله بتواجه كل المواهب الجديده في البدايه، بيبقوا مش عارفين يوصلوا موهبتهم ازاي او يلاقوا فرصه. بالظبط. ما هو بص اقول لك حاجه، يعني انا كانت مشكلتي في البدايه ان انا الاقي حد يدلني على الطريق الصحيح بسرعه من غير ما اتعب. فانا كل اللي انا بعمله ايه مع المواهب الجديده اللي صوتها حلو؟ هو بالظبط كانك ساكنه في منطقه فانت حافظاها، فجاي واحد من بره المنطقه دي عمال يلف حوالين نفسه عشان يوصل لمكان مش عارف، فعمال يلف ممكن ما يوصلش اصلا. ممكن انت تنادي له كده وتقول له تعالى الشارع ده لو دخلت منه هتوصل للنقطه اللي انت عايزها. تمام. فده اللي انا بقدر اعمله، ان انا ببدا معاهم اقول لهم احنا ممكن نعمل ايه وما نعملش ايه لحد ما نوصل للنقطه اللي احنا عايزينها. تمام. الشاعر الغنائي رمضان محمد نشكرك شكرا جزيلا ونورتنا، وبنتمنى لك مزيد من التوفيق في الاعمال القادمه. الله يخليك. صباحك سعيد. صباح الفل. صباح الورد. مشاهدينا فاصل صغير نرجع لحضراتكم في اخر فقراتنا النهارده مع الفقره الطبيه، استنونا. يا صباح الهنا، النهارده عملنا مصارحة حرة مع الناس كلها اللي قابلناهم وسألناهم عندك كام سنة وتعلمت ايه من الحياة اللي انت مريت بيها. تعالوا نشوف الإجابات كان شكلها عامل ازاي. عندك كام سنة وتعلمت ايه من الحياة دي كلها؟ انا عندي 25 سنة، تعلمت حاجات كتير بس اكتر حاجه مزعلانه يعني الواحد الشغل مش متيسر قوي يعني. انا عندي 20 سنه والحقيقه علمتني ان انا اعمل كل حاجه بنفسي واعتمد على نفسي في كل حاجه واتحمل المسؤوليه. انا 23 سنه ما اتعلمتش حاجه تقريبا من حياتي يعني خالص. هيبقى ايه اللي اتعلمه من هنا يعني؟ مش عارف غير الكليه بقى، اتعلمت هندسه بس. 23 سنه وما اتعلمتش اي حاجه خالص. انا عندي 21 سنه اتعلمت مثلا، لان انا متغرب اتعلمت اعتمد على نفسي. 33 سنه وما اتعلمتش اي حاجه اي حاجه خالص خالص. والله كل اللي انا استفدت منه اللي انا خرجت من حقوق. عندي 19 واتعلمت ان ما اخدش صاحب بجد او صاحبه بجد، اتعلمت ازاي ابقى ناصحه ما يضحكش عليا تاني، ما احطش حاجه في دماغي، ما ازعلش نفسي، كل الكلام ده. الحقيقه علمتني اكون اقوى يعني ما اكونش ضعيفه، عشان الضعف ده الناس بتدوس عليك يعني. 20 وحاليا علمتني ان انا ما اعتمدش على حد، اعتمد على نفسي. اتعلمنا زي ما انت شايف كده التعب والشقه، ما شفناش راحه بصراحه. عندي 18 سنه ما اتعلمتش اي حاجه خالص خالص. عندي 19 سنه ما اتعلمتش اي حاجه يعني حاجات وحاجات يعني. اهم حاجه اتعلمتها كانت ايه؟ اهم حاجه الواحد يبقى ناجح يعني في حياته، يبقى عنده هدف او كده بس يعني. انت عندك هدف؟ والله لسه بحاول. صباح الفل. صباح النور. صباح الورد. صباح الجمال عليك عسل. صباح الفل. صباح الخير. صباح النور. صباح الجمال. صباح الفل. صباح الفل عليك. صباح الفل.